وينضم معنا للحديث عن محاولة الأحزاب السياسية عرقلة الانتخابات المبكرة وقانون الانتخابات ومخاوفها على مكاسبها والصراع الدائر بينها، ينضم معنا من عمان الدكتور صباح علو، الكاتب والباحث السياسي. دكتور صباح، مرحبا بك. معهد واشنطن للدراسات يؤكد أن الأحزاب ستعرقل إجراء الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل، وهو طبعا موعدها المقرر. ما هي المبررات التي تجعلها تسعى لذلك؟ حقيقة الصراع في الظرف الحالي أو في هذه الدورة الانتخابية المبكرة القادمة أعطت مؤشرات بأن القوى التي فرضت نفسها لأربع دورات انتخابية سابقة من خلال امتلاكها لسلطة السلاح وسلطة القوى المرتبطة بها اقتصاديا وماليا وسياسيا في مؤسسات الدولة، تتصور أن الظروف حاليا بصالحها أيضا ضمن قانون الانتخاب السابق. ولكن ضغط الشارع بعد استقالة حكومة عبد المهدي تغيرت المفاهيم، رغم أن حكومة الكاظمي هم الذين أتوا به حقيقة. ولذلك نلاحظ أن القانون الحالي الذي لم يعتمد ولغاية الآن وضع شرخا واضحا في مجلس النواب لاعتماد القانون الذي يعطي الصلاحيات الكاملة لاستمرار القوى السياسية الحاكمة منذ 2003 ولغاية اليوم، ولكن لم يتمكنوا. يعني أن يتكرر نفس سيناريو تزوير الانتخابات السابقة، هذا الاحتمال وارد بسبب أن البيئة ما زالت غير ناضجة لإقامة انتخابات شفافة حقيقة، وهذا ما شاهدناه من بعد التظاهرات وثورة أكتوبر من 1/10/2019 ولغاية اليوم، وبعد مرور تقريبا سنة، أي بعد أقل من 10 أيام الذكرى الأولى للثورة، لاحظ لم يحصل ذاك التغيير الواضح في البيئة السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية لصالح إجراء انتخابات شفافة تأتي بقوى غير القوى المهيمنة على السلطة. أيضا دكتور صباح، يعني معهد واشنطن للدراسات أشار إلى السلاح المنفلت في العراق وإلى ازدياد سطوة الميليشيات ونفوذ الميليشيات في العراق. ما مدى إمكانية أن تقوم الحكومة بضبط السلاح المنفلت والسيطرة على نفوذ الميليشيات؟ هل لها القدرة على ذلك؟ في اعتقادي قدرة الحكومة الكاظمي على جمع السلاح ما زالت تعتبر ضعيفة أداء القوى الميليشياوية والسلاح الذي تمتلكه كثير من العشائر المدعومة من جهات وأجندات خارجية لا تسمح بإجراء انتخابات شفافة، سواء كانت تحت سيطرة الدولة أو تحت إشراف الأمم المتحدة أو غيرها. ولذلك من المحتمل أن تكون مواجهات عسكرية في الأسابيع القادمة. اللجنة القانونية النيابية أشارت إلى أنه لا توجد حتى الآن أي قاعدة بيانات رصينة تدعم إجراء الانتخابات المقبلة، يعني هذا ماذا يؤشر؟ يؤشر لنا أن القوى التي تحمل السلاح ما زالت تتحكم في العملية السياسية في فرض القوانين ومنها قانون الانتخاب والتأثير على وتسييس المحكمة الاتحادية التي تعاني في عدم استكمال شروطها في اعتماد القوانين، وهذا ما تعانيه حقيقة، لا تتمكن من إجراء انتخابات حقيقية. وهنا
تراهن هذه القوى على فشل الكاظمي، ومن المحتمل يتم استدعاء الكاظمي في الأسابيع القادمة لمجلس النواب حول مسألة قانون الانتخاب الذي لم يتم اعتماده. هناك صراع بين القوى الموجودة في مجلس النواب، هناك من يريد قانون متعدد الدوائر، وهناك من يعمل على وجود دائرة واحدة في المحافظات التي تعطي الإمكانية لعمليات إفساد الانتخابات وتزويرها كما حصل في الدورات السابقة. من عمان الدكتور صباح علو، الكاتب والباحث السياسي، نشكرك شكرا جزيلا.